محبي ألعاب البي سي، عندنا لكم أخبار دسمة في تغطية اليوم، وبداية قوية حق عام 2021. شركة انفيديا كعادتهم السنوية قدموا استعراض وبث مباشر لأهم منتجاتهم وتوجهاتهم الجديدة. أول شيء كان وصول تقنيات انفيديا لمجموعة من الألعاب الجديدة، مثل وصول دعم تقنية DLSS للعبة Call of Duty Warzone. أيضا ألعاب مستقبلية أعلنوا أن راح يكون فيها تقنية DLSS، مثل لعبة Outriders من Square Enix ولعبة Five Nights at Freddy's Security Breach، واللي بتحصل على DLSS وأيضا RTX Ray Tracing. وتم التأكيد أن لعبة المطور الصيني FIST أو FIST بتحصل على دعم تقنيات Ray Tracing والDLSS. وتم الإعلان أن في ألعاب رياضية إلكترونية وتنافسية شهيرة مثل Overwatch وRainbow Six Siege راح يكون تدعم تقنيات الانفيديا Reflex، وهي تساعد على التقليل من وقت الاستجابة أثناء اللعب. في جانب آخر، تم الإعلان عن 5 شاشات جي سينك جديدة من تصنيع شركات أسوس و AOC و Acer، وبيكون مدمج فيها تقنية Reflex Latency Analyzer، وهي عبارة عن آلة حاسبة لمقدار الاستجابة في الألعاب بشكل مفصل. وتم إعلان أيضا عن كرت شاشة اقتصادي جديد هو الـ RTX 3060، واللي بيكون ضعف أداء كرت الـ 1060 وعشر أضعاف أداء الـ Ray Tracing في الـ 1060، وراح يشغل الكرت أحدث الألعاب اللي صدرت وبسرعة 60 إطار في الثانية مع تفعيل خاصية الـ Ray Tracing. هم الأمثلة لعبة Cyberpunk 2077 و Call of Duty Warzone. الكرت أيضا راح يدعم جميع الخصائص الموجودة في بطاقات 3070 وال 3080 وال 3090، وبيكون سعرها يبدأ من $329 وراح يتوفر في آخر شهر فبراير القادم. والإعلان القوي والأهم كان عن لابتوبات ألعاب جديدة تستخدم بطاقات بمعمارية أمبير، والجيل الثاني من RTX والجيل الثالث من تقنية ماكس كيو، وهي التقنية اللي تمكن اللابتوب انه يكون نحيف وخفيف في الوزن والشكل ويعمل بكفاءة عالية. وراح تحتوي الأجهزة على ذكاء اصطناعي يرفع من مستوى الأداء في اللابتوب عبر تقنية جديدة اسمها Dynamic Boost 2.0، واللي تنقل الطاقة من المعالج إلى بطاقة الرسوم وذاكرة بطاقة الرسوم حسب الاحتياج لها، وهذا راح يرفع من مستوى الأداء في الألعاب بشكل كبير جدا. أيضا راح تحتوي الأجهزة على تقنية جديدة اسمها Resizable Bar، واللي تمكن الألعاب من استغلال الذاكرة الكاملة في الجهاز لزيادة أداء اللعبة. وأيضا تم الإعلان عن لابتوبات جديدة تستخدم كرت RTX 360، واللي بتكون قوته 1.3 من قوة PlayStation 5 ويقدم أداء بسرعة 90 إطار في الثانية. واللي حاب شيء أقوى، فتم الإعلان عن لابتوبات جديدة بشاشة 2K وتستخدم كرت الشاشة RTX 3070. وأخيراً اللي حاب يوصل للقمة في الأداء على أجهزة اللابتوب، تم الإعلان عن لابتوبات جديدة بشاشة 2K وكرت الشاشة RTX 3080. والحلو أن أكثر من نص اللابتوبات الجديدة بيكون فيها شاشات تقدم حتى 280 إطار في الثانية. الحين نستعرض لكم بشكل سريع أبرز اللابتوبات اللي كشفت عنها الشركات وتستخدم كروت انفيديا الجديدة. نبدأ بشركة أسوس. لابتوب أسوس ستريكس سكار 17 ويستخدم كرت RTX 3080، ولابتوب ROG زيفروس دوو 15 ويستخدم كرت RTX 3080 وبيكون سعره $2899. لابتوب ROG زيفروس جي 15 ويستخدم كرت RTX 3080. لابتوب ROG زيفروس جي 14 ويستخدم كرت RTX 3060. الآن ننتقل لشركة Acer. لابتوب Predator Triton 300SE وبيكون حجم شاشته 14 إنش ويستخدم كرت RTX 3060 وسعره يبدأ من $1399.99. لابتوب Predator Helios 300 وبيكون حجم شاشته 15.6 إنش ويستخدم كرت RTX 3080 وسعره يبدأ من $1249.99. ولابتوب نايترو 5 بيكون حجم شاشته 17.3 إنش ويستخدم كرت RTX 3080 وسعره $2299. طبعا احنا في تورو جيمينج متحمسين جدا للوصول لهذه اللابتوبات الجديدة عشان نجربها معاكم ونشوف كيف بيكون أداها مع الألعاب الجديدة. لا تنسونا بالمتابعة واللايك والاشتراك بالقناة. يعطيكم العافية، كما كفاية الشيحة، ونشوفكم مرة ثانية قريب في فيديو آخر، ومع السلامة.